أصدرت أو أصدر وزير الإسكان الشريف الشربيني قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 1454 فداناً مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، كما واصلت الإدارة المختصة بأجهزة تنمية مدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالتعاون مع الشرطة.